السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كما تشاهدوا كنتواجدوا هنايا منطقة تاغرجيت أغبال أحفير، مدينة أحفير إقليم بركان. هاد تاغرجيت اللي جاية في واحد القمم جبلية ديال بني زناسن اللي عندها عدة دواوير الجوار ديالها، مثلا دوار أو قبيلة بنهار أو نجاجرة، كاين عدة دواوير. ان شاء الله غادي تعيش هذا النهار الاجواء، نعيشوا معكم هذه الاجواء ديال واحد الوعده او الصدقه الموسميه اللي كدار كل سنه في هذه المنطقه ديال تاغرجيت. السلام عليكم. دور الامام الشيخ عبد الله النهاري، يعني في هذه الوعده هذه، لان هو الاصل ديالو من هذا ولاد النهار ولاد النهاري. ان شاء الله غادي نعيشوا هذه الاجواء، يعني فيديو قصير في هذه المنطقة ديال تاغرجيت. كما راكم تشوفوا الأجواء رائعة، زعما بحضور الناس كبيرة هنايا. إن شاء الله نعطيكم بعض الكواليس أو ديال هذه الوعدة إن شاء الله بحول الله ديال تاغرجيت في هذا الجمال. كما تشوفوا المسجد اللي رانا على جنب هذا الدوار هذا. إن شاء الله خليكم على الفيديو، واللي أول مرة يدخل القناة يشارك في القناة والضغط على اللايك باش يبقى يوصلكم ديما الجديد إن شاء الله بحول الله. خليكم مع الفيديو. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة لك يا حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله تعالى يمتن علينا بمثل هذه المناسبات التي تتحقق فيها الكثير من المقاصد، صلة الأرحام، أن نتذكر الآخرة، أن نستعد للقاء الله بأي عمل صالح أو بحبيب في الله نحبه في الله، فإنهم يحشرون يوم القيامة في ظل عرش الرحمن. من رضي الله عنه رضا وجزاكم الله خير وأحسن الله إليكم. نهاريين تاغرجيت، هذه هي تاغرجيت. وهذاك الدوار كي سميتو؟ عرفت الدوار كي سميتو؟ ما نعرفش، كاين هنايا كاين جاجره كاين، انا عاد كي عرفت يعني عاد